بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الشعب الصامد، أيها الشعب الصابر. أقدم تعازي رابطة عوائل الشهداء لسماحة الشيخ علي سلمان والشيخ ميرزا المحروس، نسأل الله له الفرج وأن يحضر تشييع جثمان زوجته. كما تقدم بجزيل الشكر والعرفان لجمعية الوفاق على تنظيمها هذه الفعاليات التي تساند هذا الشعب المظلوم. شعب مثخن بالجراح ولكنه صامد. فعلا هذه كلمة تعبر عن واقع الحال في البحرين. أينما نصد ونتجه هناك جراح عميقة، جراح ستندمل مع مرور الزمن، وجراح تبقى على طول الزمن. هذا هو الواقع المرير الذي يعاني منه شعب البحرين. أنا في هذه الوقفة البسيطة أحاول أن أسلط الضوء أكثر على معاناة المعتقلة أختي نفيسة العصفور أم سلمان. الكل يعلم وكان متابعا ما تقوم به هذه المرأة الحرة الشريفة التي أبت على نفسها إلا أن تقدم خدمة، وأي خدمة؟ خدمة إنسانية، خدمة عظيمة، خدمة ترتقي إلى ملائكة الرحمة، وهي تقديم العلاج للمصابين في هذا الحراك، حراكنا السلمي. عندما نقول المصابين، قد يعتقد البعض بأننا نحمل أسلحة أو نحمل بعض ما يؤذي الجانب الآخر. لم يكن لدينا أي شيء من هذا النوع. نحن شعب خرج بورود ليقدمها لمن يطلق عليه الرصاص، ولكن وللأسف الشديد هم لا تتحرك عندهم الضمائر ولا يهتز لهم ضمير، سواء قدمنا ورود أم لم نقدم هذه الورود. المعتقلة نفيسة العصفور تم اعتقالها من الفورملا، هذا السباق الذي نظم والبحرين تعج بصيحات أبنائها، هذا السباق الذي نظم ونحن ننادي بحريتنا، نطالب بحريتنا. نعم، نظم هذا السباق وكتعبير خاص من أبناء هذا الوطن وحرائر هذا الوطن ذهبت أختي نفيسة ومعها ريحان الموسوي لهذا السباق. وكما علمتم تم تدبير تهمة كيدية لكي ينالوا من هاتين الفتاتان الشريفتان، وتم تلفيق تهمة، عدة تهم وليست تهمة واحدة، ومنها انضمام إلى خلايا، ومنها حيازة قنابل للتفجير. هذه الأمور كلها اعتدنا عليها أن توجه لأبطال هذا الحراك، ولكن عندما توجه هذه التهم لمرأة، المرأة عظيمة في الإسلام، المرأة لها حرمتها في الإسلام، المرأة مقدسة، المرأة أعطاها الله سبحانه وتعالى قدسية خاصة، ولكن مع الأسف الشديد هنا في البحرين تهان المرأة وتداس كرامة المرأة، ولا يوجد هناك أي احترام لإنسانية هذه المرأة. إذا كان النظام يحكم بمقتضى القبيلة، أي نظام قبلي وهو قبيلة تحكم هذا البلد، القبائل لا ترضى بإهانة المرأة،
القبائل تثور من أجل كرامة المرأة. هناك قبائل كثيرة حتى قبل الإسلام، النفس تكون محترمة، وخاصة فيما يتعلق بالنساء. هناك قبائل تهب لصرخة امرأة، ولكننا في البحرين مهما صرخت هذه المرأة ومهما تألمت فلن ينهض لها أحد، وخاصة من هم في هذا النظام. وإن كان يحكم البلد بطريقة المدنية والتحضر وحسب ما يتماشى به قوانين الدول، أي عرف وأي قانون يسمح لك أن تمارس هذا الدور على امرأة ضعيفة وتحرمها من أطفالها؟ هناك اتفاقيات أنت كنظام توقع على هذه الاتفاقيات، ومنها اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، ولكن لا يوجد قانون. نحن حسب المعطيات الموجودة الآن أمامنا، وهذا هو الواقع، لا يوجد قانون. هناك تجاوز لهذا القانون، هناك عدم احترام لهذا الشعب، تداس كرامة هذا الشعب ويغيب القانون. ولكن نحن نقول هذه امرأة ضعيفة، هؤلاء الحرار، هؤلاء الحرائر الذين يدخلون المعتقلات ويجردون من أبسط الحقوق. هناك مواد في هذه الاتفاقية التي وقع عليها النظام، وهي اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، أعتقد في المادة رقم 2، وهي عدم التمييز في حرية المرأة، ومادة رقم 12 على ما أعتقد بأنه يجب أن تعطى المرأة كل ما تحتاجه من رعاية طبية. الأخت نفيسة سقطت لأكثر من مرة في المعتقل نتيجة لما تعانيه من أمراض، ونتيجة لما تعانيه من ممارسة قاسية. هل تتصورون بأن امرأة يؤخذ منها اعتراف وهي نازعة لملابسها؟ أي دور هذا؟ أي حقارة هذه؟ هؤلاء هل لديهم ضمير؟ هل هناك ضمير يحكم على امرأة أو يأخذ منها اعتراف وهي مغمضة العين أو مصمدة العين وهي نازعة لملابسها؟ كيف يكون ذلك؟ تبقى في المعتقل لفترة طويلة وهي تعاني من ألم، ربما كما ذكر الأخوان آباء الشهداء هذه المعاناة التي يعانون منها، ولكنهم يبقون أقوياء لكونهم رجال. ولكن هذه المرأة الضعيفة، المرأة التي في تركيبتها الجسمانية هي ضعيفة، هي تحتاج لحنان. هذه المرأة التي تتأثر من كلمة، فكيف بها في المعتقل وتداس كرامتها وتهان وتصبح غير محترمة، ويزج بها في عنابر مليئة بفتيات الشوارع وفتيات الليالي الحمراء؟ وكم تعاني، حسب ما نقل لي وحسب ما عرفته من أختي نفيسة، بأن هناك امرأة روسية، هذه المرأة مصابة بالسل وهي معتقلة ومحجوزة معهم في نفس المكان، حتى تأثرت إحدى السجينات منها. وكذلك نفيسة قبل يومين كانت لها زيارة يوم الثلاثاء الماضي، وعندما ذهبنا لزيارتها أخبرونا بأنها نقلت للمستشفى نتيجة لتعبها ونتيجة لما تعانيه من مرض. شيء طبيعي، المرأة لا تستطيع أن تبقى في سجن لمدة طويلة. عندما نقول بأنها تحتاج إلى أبسط الأمور وهي الأمور الصحية في معالجتها، المرأة بحاجة لكثير من الأمور، ولكن لا توفر لها هذه الأمور. هذا النظام عندما يزج بالحرائر ألا يوجد فيهم رجل عاقل؟ إذن كيف أنشأتم
جمعية المرأة، أين حقوق المرأة؟ أين حقوق هاتان السجينتان وغيرهما، نفيسة وريحانة؟ إذن نحن يمارس ضدنا أنواع، يعني أشد أنواع العنف. هذه حقيقتنا نحن في البحرين. نفيسة لديها طفلان، سلمان وزهراء. الحمد لله، يعني هذه الكلمة، شعب يعني مثخن بالجراح ولكنه صامد. الحمد لله رب العالمين، يعني خلال فترة الامتحانات وأمهم موجودة في المستشفى يحصلون على درجة ممتاز، وهذا شيء طيب طبعا، لأن احنا شعب فعلا تعودنا الصبر ونستمد قوتنا من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو سر بقاؤنا صامدين في هذا الحراك بالرغم من ممارسة كل أنواع العنف ضدنا، ولكن الحمد لله أصبح أبناؤنا من المتفوقين. ولكن حرمان هذه الأم في الفترة الأولى من سجنها كانوا أبناءها يبكون بحرقتهم على أمهم يريدون أن يجتمعوا بها، وقد منعهم هذا النظام من لقاء والدتهم. أي قلب يحملون وأي إنسانية يحملون؟ نحن لا نتكلم من فراغ ولا نسرد قصص خيالية، نحن نتكلم عن واقع الآن. يجب على المنظمات الدولية الحقوقية أن تعي ما نقول، نحن نتكلم عن وقائع موجودة، ولا نقول بأنها مورست ولكن لا زالت تمارس ضدنا هذه الإهانات حتى أصبحت إنسانيتنا لا قيمة لها في هذا الوطن. أسأل الله، الكلام لا ينقطع ولكن لا أريد أن أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن كل المعتقلات والمعتقلين وفي مقدمتهم رموزنا الأعزاء، وأن يحفظ لنا قيادتنا، وأن يسلك بنا سبيل رشد السبيل بإذن الله تعالى. إن شاء الله نتمنى الفرج للجميع، وأن يرجع لنا طيورنا المهاجرة لأرض الوطن يا الله يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.